خطير جدا. أسقطت هذه العصابة المارقة على الدين وعلى يعني الوطن وعلى حرية الإنسان، والتي هي عدوة للحياة ولا تقبل التعايش أبدا. والحمد لله يعني كانت الانتصارات متسارعة وتقدم كان كبير جدا، وحقيقة هؤلاء الأبطال يعني ترفع لهم الأيادي بالسماوات. طيب دكتور، يعني الحاضنة الشعبية، أنت أشرت إلى أن هناك يعني تعدي على القيم الاجتماعية، تعدي على الدين وغيرها من التعديات. يعني الحاضنة الشعبية كيف تقيمها في هذه المناطق في شبوة، يعني خصوصا بعد سيطرة الميليشيات الحوثية؟ هل ما زالت هناك بعض الولاءات من بعض القبائل لها؟ وحقيقة ليس لهم حاضنة شعبية إلا القليل من الناس الذين حتى في البداية كانوا يغترون بهم بأنهم يعني سيرخصون الأسعار، سينزلون العملة، لكن ما سمعناه وما رأيناه من أهلنا في بيحان أنهم أذاقوهم المر والعلقم حتى على مستوى الأشياء الأساسية في الحياة كالغاز، وأغلى من الغاز وأغلى من هذه كلها هي شرف الإنسان وعزته وكرامته التي تعتبر عند المواطن اليمني شيء أساسي في حياته. فأذلوا الناس وتعدوا على المساجد، تعدوا على المكتبة العلمية الكبيرة التي في بيحان وأحرقوها، وأوقف التعليم